إحساس رائع ومشاعر روحانية جميلة بيشعر بيها الإنسان وهو بيخطي عتبة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. هذا المبنى الكبير المميز في قلب القاهرة اللي عمره أكتر من نصف قرن واللي شهد أحداث كتيرة عبرت عن وحدة وحب المصريين لبلدهم. وأنا في طريقي للكاتدرائية للقاء قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فكرت يا ترى أنا هتكلم معاه في إيه؟ إيه طبيعة الحوار مع قداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول سنة جديدة على مصر والمصريين؟ اللي عرفه عن قداسة البابا إنه إنسان بسيط جداً ومصري وطني عاشق لتاريخ مصر وإنه بيتكلم من قلبه وما عندوش خطوط حمراء في أي موضوع. قلت نتكلم عن العيد، عن المصريين واحتفالاتهم بأعيادهم، عن حياته وأسرته وأصحابه وجيرانه، عن الوجه الإنساني للمواطن المصري وجيه صبحي، وعن رحلته الشخصية والإيمانية، عن نشأته بالمنصورة وعمله كصيدلي في دمنهور إلى جلوسه على كرسي القديس مرمرقس في واحدة من أعرق كنائس العالم. لمست بساطة البابا وتواضعه الشديد من لحظة استقبال قداسته لينا في المقر البابوي وجولته اللي عملها لأول مرة معانا داخل المقر، من طريقة شرحه لتاريخ الكاتدرائية واللوحات اللي على جدرانها وركن المزود اللي بيحكي قصة ميلاد السيد المسيح عليه السلام، إلى القاعة التاريخية الكبيرة اللي فيها صور بابوات الكنيسة المرقسية. من قلب كاتدرائية العباسية، المكان العزيز على قلب كل مصري، استقبلنا عيد الميلاد المجيد ومطلع السنة الجديدة مع قداسة البابا طوادروس وبدأنا الحوار. قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يعني سعداء جداً جداً بوجود حضرتك معانا في التلفزيون المصري. أهلاً بكم، منورين عندنا. أهلاً وسهلاً. يعني الحقيقة أنا عايزة أسأل في البداية، إحنا في عيد، فحضرتك بتقضي العيد فين وإزاي؟ زي ما حضرتك تعرفي أن وعيد الميلاد وعيد القيامة دايماً نصلي قداس ليلي مع عيد الغطاس، دول ثلاث قداسات ليلية، فبنصلي ولازم نطلع نخلي قصر الكنيسة في بداية اليوم الجديد. وبالليل طبعاً بنفطر سوا الأباء اللي كنا بنصلي وبعض، والصبح بيبقى دايماً إذا كان هنا في البطريركية بيبقى استقبال مسؤولين ومعيدين وجزء كبير من الشعب، ويعني سواء أفراد أو جماعات. في النص الثاني من اليوم بقضي في الدير، بيبقى ده مخصص للأباء الرهبان والأباء الكهنة والأباء الأسقفة والمطرنة، بيجوا يعيدوا علينا يعني، وبتبقى يعني اليوم كله فرح في فرح. الدير موجود فين؟ دير أنبا بشوف وادي النطرون. يعني كذلك كان يفعل البابا شنودة. طبعا تقليد عندنا كلنا كرهبان يعني. تمام. طيب يعني أنا الحقيقة عايزة أبدأ ومش عارفة أبدأ منين بالضبط، يعني هل أبدأ من المنصورة ولا سوهاج ولا دمنهور، من أين أبدأ مع حضرتك؟ زي ما أنت عايزة. طيب نبدأ من المنصورة. منصورة محل الميلاد. اتولدت في المنصورة سنة 52 وعشت فيها لغاية 5 سنين. والدي كان بيعمل في المنصورة، والدتي ربت بيت، أختي اتولدت برضو بعدية ب3 سنين في المنصورة، وبعد كده والدي انتقل لسوهاج في الصعيد، يعني من بحري تقريبا لإبلي. أيوة. دخلت المدارس هناك في سوهاج، أولى وتانية ابتدائي، وأتذكر سوهاج جيدا وأتذكرها بالخير خالص. والحقيقة في يناير 2020 اللي فات ده قمت بزيارة لسوهاج كمحافظة بكل الأباء الأسقفة والأديرة اللي فيها والكنائس والإبرشيات، قضيت وياهم أسبوع هناك، كانت زيارة جميلة خالص. طبعا تذكرت لدرجة أن في واحد جه وط عليا كده قال لي أنا كنت قاعد جنبك في الفصل في أولى ابتدائي، طبعا مش فاكر يعني. وبعد 3 سنين من سوهاج اتنقلنا دمنهور. في دمنهور دخلت كملت المدرسة ابتدائي ثم إعدادي، في الإعدادية والدي توفى،
وجت لنا أخت تالتة، هي توفت دلوقتي يعني، جت لنا أخت تالتة في أول ما رحنا دمنهور. بعد كده الجامعة بتاعتنا كانت في اسكندرية، كلية الصيدلة. كلية الصيدلة بعض الطلبة يقيموا في اسكندرية، أنا ما قعدتش في اسكندرية، كنت بسافر يوميا بين دمنهور واسكندرية. هي حوالي ساعة بالقطر. ودرست في الكلية، تخرجت 75 واشتغلت في إحدى قرى البحيرة كتكليف، قرية اسمها قرية شرنوب، قعدت فيها حوالي سنتين. بعد كده عملت دراسات عليا في حاجة بنسميها الصيدلة الصناعية أو الهندسة الصيدلية، دي منحة داخلية من وزارة الصحة اللي بشتغل فيها لوزارة التعليم. درست فيها وكانت دراسة طيبة خالص في الجامعة في اسكندرية برضو. وبعد شوية جات لي فرصة ان انا اسافر انجلترا وادرس زمالة الصحة العالمية، درستها ورجعت، قضيت حوالي سنة يعني من 85 ل 86، 86 دخلت الدير للرهبنة. طيب قبل دخول الدير وبداية مشوار الرهبنة ولغاية حاليا يعني، هل حضرتك لسه على صلة مثلا بالأقرباء والجيران والصحبة في المدن اللي تنقلت فيها من حين لآخر؟ طبعا دمنهور الأكثر. ما زال دمنهور بعض الأصحاب منها، بعض الجيران، وحتى ينادوا لي باسمي القديم، ويعني يحملوا معزة كبيرة، لأن بيعتبروا يعني دكتور وجيه إن ابنهم، هم كبار ابنهم. أيوة. ده طلع من عنده. أيوة. وبقى شيء جميل. فبقى يعني في معزة كبيرة. بعضهم زارني هنا، الأصدقاء بقى القدام، أصدقاء المدرسة، أصدقاء الجامعة، يعني بين وقت والتاني بنتقابل، نتزاور، نسأل على بعض بالتليفون، يعني المحبة قائمة. قداسة البابا، أنا عايز أسأل حضرتك سؤال برضو يعني عن موضوع التفكير في الرهبنة. هو تفكير صعب مش سهل، إن الواحد يترك الحياة كلها والدنيا كلها ويبقى فقط للصلاة والتضرع ولمعرفة ربنا سبحانه وتعالى. كيف كان هذا يعني هذا المشوار مع قداستك؟ طبعا حضرتك تعرفي ان مفيش حاجة بتيجي فجأة. يعني بيبقى استعداد عند الشخص، قراءات عند الشخص، خد مشورة الكبار، زار الأديرة. عبر السنين تتكون الرغبة في هذه الحياة. متى بدأت مع قداستك؟ الحقيقة ابتدت وأنا في تانية ثانوي، وده مبكر قوي جدا، بس ابتدت بسبب مهم قوي، إن في الكنيسة وقف أمين الخدمة المسؤول عن الخدمة وقال إحنا عملنا مكتبة كل الكتب يمكن استعارتها ما عدا كتاب واحد. شيء طبيعي إن نسأله إيه الكتاب الواحد ده. الكتاب ده أشهر كتاب في الحياة الرهبانية، اسمه بستان الرهبان. ده كتاب رسمي في الكنيسة يحوي تاريخ وسير واختبارات والحياة الرهبانية، وده الكتاب الأساسي. فبعد ما خلص الإعلان بتاعه هو كان يحبني، فقلت له ممكن أخذ الكتاب، اللي هو قال لا أخذ الكتاب وأجيبه لك بكرة، كنا يوم خميس، أجيبه لك بكرة الصبح، فسمح. فخدت الكتاب وقعدت احاول اقرا فيه بقدر الامكان، هو كتاب كبير يعني 300 400 صفحه، قريت مثلا 30 صفحه او 40 يعني حاجه بسيطه، وجبته الصبح. بس الكتاب ده عمل يعني ممكن تقولي شراره او رغبه او حب للاتجاه ده. رغبة مبكرة جدا. أو يعني زي ما تقولي حطينا البذرة. مع أب اعترافي بقى اللي هو الأب الكاهن في الكنيسة في مدينة دمنهور، فضل يرشدني شوية بشوية لغاية ما جه وقت مناسب أروح الدير، بس حصل ظروف عندنا في الأسرة ما قدرتش أروح فتأخرت شوية. وبعد كده ربنا سمح في سنة 86 أدخل الدير. حياة الدير وحياة الرهبنة حياة صعبة،
يعني فيها تقشف، فيها فقر، فيها وحدة، فيها خدمة مش سهلة، يعني كيف يقدر الإنسان عليها؟ الحياة الرهبانية قايمة على فكر إنساني أساسي. الإنسان مكون من ثلاثة إتش: هيد، فكر، هارت، قلب، وهاند، إيد. اختصار الثلاثة دول: الفكر اللي هو القراءة والدراسة، والقلب اللي هو العبادة اللي هي الصلاة، والهند اللي هي العمل. أيوة. فالحياة اليوم الراهب بيدور بين الثلاثة دول. نقول كده في الدير دايما: ساعة صلاة، ساعة قراءة، ساعة عمل. مفهوم كلمة ساعة مش 60 دقيقة في الدير، مفهومها دايما 3 ساعات، لأن الصلوات اليومية عندنا متقسمة بنظام 3 ساعات، يعني في الساعة 6 الصبح والساعة 9 والساعة 12 والساعة 3 وهكذا، كل 3 ساعات. فكلمة ساعة يعني 3 ساعات. ففي ساعة اسمها ساعة صلاة، بنقوم من الساعة 4 نفضل في التسبحة لغاية الساعة 6 وراها القداس ربما لغاية الساعة 8، دي ساعة عبادة. عندنا ساعة قراءة، عندي قراءات في الكتاب المقدس، قراءات في كتب الآباء، قراءات في الترجمة، في الدراسة، في التأمل، في كتب بتدرس الكتاب المقدس، قراءة واسعة. طبعا تشمل أيضا الكتب النسكية اللي هي حياة الآباء اللي عاشوا في الرهبانة قبل كده. وبالمناسبة الرهبانة نشأت على أرض مصر. الجزء الثالث اللي هو ساعة عمل، الأعمال بقى بتتوزع علينا في الدير. يعني مثلا في أبونا بيبقى ماسك مزرعة زرع، في أبونا ماسك يخلل الزيتون مثلا، في واحد ماسك المطبخ، يعمل خدمة يعني. ما هو ده العمل. العمل بتاعنا. أنا مثلا كنت ماسك مطبخ الضيوف، قعدت فيه 2 سنين تقريبا. مطبخ الضيوف، الضيوف اللي بيجوا الدير بنقدم لهم الأكل. بعد شوية مسكوني استقبال الزوار، الرحلات اللي بتيجي أزورهم عشان يعرف، باعتباري خريج صيدلة مسكوني الصيدلية. دي الأعمال اللي مسكتها، تدرجت يعني. فيها أعمال كتيرة. في واحد مثلا أبونا ماسك البوابة، بوابة الدير. في مثلا أبونا ماسك العمال. يعني تقسيم عمل، تقسيم عمل ومتغير وتعاون. في أول الحياة الرهبانية يبقى فترة العمل كتيرة للشخص. كل ما نقدم في الرهبانة كل ما فترة العمل تقل، تتحول للدراسة والعبادة. ولأن الإنسان بيدخل الحياة الرهبانية برغبته وباشتياقه، فبتبقى حياة ممتعة ليست صعبة. ما هو صعبة لو الواحد دخل فيها غصب عنه. لا، مؤكد باختياره، باختيار هو اللي اختار. لا تكون يعني صعبة، هو سهلة. اللي اختار. التنوع اللي حكيته لحضرتك ده هو اللي بيخليها جميلة. طبعا أب الدير، رئيس الدير، ده أحد صمامات الأمان جوه الدير، لأن هو خلاص ماليش غير أبونا رئيس الدير. هو اللي ألجأ له، هو لما أتعب أروح له، هو لما عايز أعمل حاجة أشيره. وطول ما الإنسان مرتبط وملتزم بالحياة الرهبانية يبقى متعزي وفرحان خالص، مبسوط. يعني ما يدخلش في دائرة الاكتئاب ولا القلق ولا الهم ولا كل المتاعب النفسية دي. لا. هو يعني بالتزامه بتبتدي يحصل نوع من سمو الروح. حتى الاهتمامات الجسدية أو أنواع الأكل أو اللبس أو الحاجة دي ما عادتش فيه الرغبة. يعني اسمح لي أن أنا يعني أطرح سؤال: هل هذه الحياة يعني لا يكون فيها الإنسان أحيانا يشعر أنه لماذا هو ليس في وسط عائلته؟ لماذا هو لم يتزوج؟ لماذا هو لم ينجب أولاد؟ هقول لحضرتك برضو ده سؤال مهم قوي. هو نطاق الأسرة نطاق محدود. يعني هو وهي وربنا يديهم ولادهم، بقى دي نطاق الأسرة. الراهب يعتبر العالم كله أسرته.
يعني قابل أي إنسانة كبيرة تبقى دي أمي، إنسان كبير يبقى ده أبويا، إنسانة في قريبة مني تبقى أختي، ده يبقى ابني. فالراهب إنسان اعتبر العالم كله هو العائلة بتاعته. عشان كده من التدريب اللي بناخدها في الحياة الرهبانية إن إحنا بنصلي من أجل كل الناس. العالم، كل الناس. أحكي لحضرتك حكاية صغيرة لطيفة يعني. أنا كنت ماسك الزوار في الدير، فجيت في يوم قلت أنا همسك نوتة كل واحد يقول لي صلي لي يا أبونا عشان كذا، هكتب الكذا ده إيه كويس. فمرة واحدة ست كبيرة جت وقالت لي يا أبونا صلي عشان عرق الخشب. طبعا غريب يعني، بتصلي واحد عيان واحدة مريضة كده، لكن ايه عرق الخشب؟ فبسأل ايه يا ستي عرق الخشب؟ قالت لي اصل احنا ساكنين في أوضة على السطح والسقف مسنود على عرق خشب، وداخلين في جو الشتاء مع الهواء والمطر، خايف العرق الخشب ده يقع. رغبة، احتياج طبعا. افتكر شابة جت قالت لي صلي عشان صاحبتي، صاحبتي ما اتجوزت بقالها كذا سنة وربنا ما عطاهاش، فيعني يمكن الصلاة مش عشانها، عشان صاحبتها. وقيسي على كده كل متاعب البشر. فالراهب يعتبر ان العالم كله هو أسرته. جميل. والنظرة دي هي اللي بتبقى في عينينا اللي بنعيش بيها، فبتبقى أكثر سعادة. الأسرة محدودة، العالم مفتوح. في هذه الفترة قداستك كتبت أكثر من كتاب. هل فكرة الكتابة موجودة حتى الآن؟ ويعني بعمل حساب لي أن أنا أطلع كتاب كل سنة. الكتاب ده يبقى بعض العظات اللي قلتها. وبكتب في المجلة الرسمية بتاعت الكنيسة، مجلة الكرازة. بكتب باستمرار مقالة أو اتنين. ولازم الواحد يلتزم برضو بفكر القراية والدراسة. يعني صح في مسؤوليات واسعة، لكن بين وقت والتاني بقفل على نفسي وأقعد وأدرس وأقرأ وحلل وأفكر وأتأمل. يعني كل الأفعال دي مهمة. صحيح. يعني الإنسان ما يبقاش واخد اتجاه واحد. يعني أنا عايزة أصل إلى مرحلة القرعة الهيكلية التي أتت بقداسة البابا تودروس الثاني. وبرضو حسأل هنا أكتر من سؤال، البابا تودروس الثاني، من هو تودروس الأول؟ كلمة الأول والثاني والأرقام دي اللي هو تكرار للإسم في سلسلة طويلة للأباء البطاركة. أول واحد هو القديس ماري مرقس، ده بنعتبره البطريرك رقم واحد. قديس ماري مرقس جه مصر واستشهد على أرض مدينة الأسكندرية سنة 68 ميلادية. للسبب ده بيتسمى بابا الإسكندرية. فعلا هو ده السؤال الثاني كنت هسأله فعلا. طب كويس. بابا الإسكندرية. بابا الإسكندرية لأن دي المدينة التقليدية اللي أول مدينة قبلت الإيمان بالمسيح. ودي أول مدينة في أفريقيا كلها. شيء جميل على فكرة إن احنا نفخر بيه دايما الإسكندرية. لا هقول لك حاجة أهم كمان. في حاجة تأسيس المسيحية ابتدى بحاجة بنسميها الكراسي الرسولية. يعني مثلا إسكندرية كرسي رسولي، لأن أول واحد فيها كان أحد تلاميذ المسيح، أحد الرسل المسيح. فده كرسي رسولي. إحنا عندنا خمس كراسي رسولية في العالم كله. أورشليم، القدس. أيوة. أنطاكيا، سوريا. إسكندرية، روما، القسطنطينية. دول خمس كراسي بنسميها الكراسي الرسولية، ودي أول بدايات المسيحية. وده فخر لينا طبعا. وأفريقيا كلها ما فيهاش كرسي رسولي غير اسكندرية فقط. يعني آسيا فيها أنطاكيا وأورشليم. أوروبا فيها روما وقسطنطينية. لكن أفريقيا يعني فقط بس. هنا. كلمة الكرازة بمعنى الكرازة يعني تقديم اسم المسيح للشخص اللي ما يعرفوش. بيتعرف على المسيح وأعمال المسيح ومعجزات المسيح لشخص ما يعرفوش. فبنستخدم كلمة الكرازة. ومرقس أو المرقسية؟ مرقس، مرقسية راجعة للقديس ماري مرقس.
كلمة مرقص اللي هي مطرقة، معناها مطرقة، اللي هي بتقابل في اللغة العربية كلمة طارق. طارق. جميل. طب ما القرعة الهيكلية؟ ده نظام في الكنيسة ونظام قديم، إن اختيار البابا البطريرك يمشي بمراحل. في مرحلة اسمها الآباء اللي بيختاروا يرشحوا ناس، وبعد كده الشعب ينتخب ناس من اللي ترشحهم، وبعد كده طفل يختار واحد من، بنعتبره ده اختيار يد الله. فهي الكل بيشترك في انتخاب البطريرك. فالمجمع المقدس ما فيناش حد بيرشح نفسه، يعني ما حدش يقول انا عايز ابقى بطرك. ده ستة من الاباء يقولوا احنا شايفين فلان ممكن يصلح نرشح، هم الذين يرشحون يعني، فيرشح. وبيبقى وياهم المجلس الملي وهيئة الأوقاف، دول أشخاص، دي هيئات كنسية، هيئة الأوقاف القبطية. دول أشخاص أراخنة، نسميهم أراخنة. أراخنة يعني الرؤساء. كلمة أرخن يعني رئيس. وبيشتركوا وياهم في الترشيح، ولازم على الأقل ستة يرشحوا اسم. والترشيح يعني الشخص ملوش حق غير انه يرشح مرتين، يعني مش مفتوحة. ففي انا في وقتي طبعا ما رشحتش نفسي خالص، لكن ترشح 17 شخص. ففي لجنة بتتعمل من المجمع المقدس والمجلس الملي وهيئة الأواف القبطية، يراجعوا 17 شخص دول ويختصروهم لخمسة أو سبعة. ففي حالتنا اختاروا خمسة. بعد اختيار الخمسة يعملوا انتخاب، ده انتخاب يشترك فيه بقى الشعب. طبعا مش كل الشعب القبطي، عينات يعني. برضو لها نظام. وبيبقى يوم انتخاب وبتشرف عليه وزارة الداخلية. في يوم الانتخاب يعلن أول ثلاثة اللي حصلوا على أعلى الأصوات. وده يعلن رسمي. ويبقى ده انتخاب الشعب. خدي بالك 17 5 3 فاضل يوم القرعة. بيتقدم أطفال صبيان. والصبيان دول المرة دي عملوا ما بينهم قرعة لأنهم كانوا عدد كبير، فاختاروا 12 واحد، وبعد كده عملوا بين ال 12 عشان واحد اللي يطلع. أطفال، كان طفل عمره 6 سنين اتغمى وعلى مشهد من الجميع، والقائم مقام نيافة أنبا بخوميوس بعض الصلوات ويعني الإجراءات الكنسية. الطفل مد إيده وطلع كورة طلع فيها اسم. كنت يعني قداستك كنت تتوقع هذا؟ طب رد الفعل الأول عن هذا الاختيار إيه؟ هي مسؤولية كبيرة. ما كنتش أتمنى. ليه؟ مسؤولية كبيرة. مسؤولية كبيرة قوي. أنا بتكلم حتى من ناحية الكنسية بس. يعني تصوري أنه يقال للبابا البطريرك أن دم كل إنسان من شعبك يطلب منك. في عبارة أصعب من كده؟ كل إنسان. والكنيسة بتاعتنا، الكنيسة المصرية بقت كبيرة دلوقتي. يعني بقت كبيرة في مصر وكبيرة بره مصر. فدي مسؤولية خطيرة يعني. لكن احنا بنؤمن ان الخدمة تكليف مش تشريف يعني. يعني انت كلفت انك تعمل كذا، حاضر، لا نملو غير كلمة حاضر. ارتبطت حكاية الكنيسة المرقسية ومقرات باباوات الإسكندرية بالتاريخ الروحي للمصريين من بدايات القرن الأول الميلادي. كان الإسكافي الإسكندراني البسيط أنانيوس هو أول من آمن بالمسيحية في مصر سنة 61 ميلادية. أهدى أنانيوس بيته المتواضع ليتخذوا القديس مارمرقس الرسول كأول مكان للدعوة المسيحية في مصر. ولما زاد عدد المؤمنين قرر القديس مارمرقس رسامة أنانيوس كأول أسقف لمدينة الإسكندرية.
وبعد استشهاد مرمرقس تم دفنه في كنيسة بوكاليا الموجودة في نفس موقع المقر الحالي للكنيسة المرقسية بمحطة الرمل في اسكندرية، واللي استمرت كمقر للبابوية حتى عام 1047 ميلادية. المقر البابوي الثاني كان في كنيسة السيدة العذراء المعلقة، واستمر من عام 1047 حتى 1320 ميلادية. مع بناء القاهرة في عام 969 ميلادية لتصبح عاصمة الدولة الفاطمية، انتقل النشاط التجاري للمدينة الجديدة، وقرر البابا خريستوذولوس البطريرك رقم 66 قرر نقل الكرسي البابوي لكنيسة السيدة العذراء المشهورة بالكنيسة المعلقة في منطقة مصر القديمة. أما المقر الثالث لبابوات مصر فكان بكنيسة السيدة العذراء في حارة زويلة، واستمر من سنة 1320 حتى سنة 1660 ميلادية. وبدأت حكايته لما قرر البابا يؤنس الثامن البطريرك رقم 80 نقل الكرسي البابوي من كنيسة السيدة العذراء المعلقة إلى كنيسة السيدة العذراء الموجودة في حارة زويلة. المقر البابوي الرابع كان بكنيسة السيدة العذراء المغيثة في حارة الروم، واستمر من عام 1660 حتى 1799 ميلادية، وتم استخدامه في عصر البابا متاؤوس الرابع البطريرك رقم 102 عندما نقل الكرسي البابوي لكنيسة حارة الروم بمنطقة الغورية بالضرب الأحمر. المقر الخامس كان في الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، واستمر من عام 1799 إلى 1971 ميلادية، لما قرر البابا مرقس الثامن البطريرك 108 نقل الكرسي البابوي من حارة الروم إلى الكنيسة المرقسية الكبرى في الدرب الواسع، وتم تكريس الكنيسة للصلاة في 14 سبتمبر سنة 1800 ميلادية. المقر السادس الكاتدرائية المرقسية بحي العباسية من عام 1971 وحتى الآن. حكاية هذا المقر البابوي الشهير بدأت في 24 يوليو سنة 1965 في عصر البابا كيرولوس السادس البطريرك رقم 116، حيث تم وضع حجر الأساس للكاتدرائية الجديدة على أرض الأنبا رويس بالعباسية، وافتتحت رسمياً للصلاة يوم 25 يونيو سنة 1968 بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان بصحبته إمبراطور إثيوبيا الراحل هيلا سلاسي الذي كانت كنيسته تابعة لمصر قبل أن تنفصل فيما بعد وتصبح شقيقة فقط للكنيسة المصرية. مقر بابوي للكنيسة المصرية والذي يعتبر المقر السابع فهو كاتدرائية ميلاد السيد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم افتتاحها رسمياً يوم 6 يناير سنة 2019، وكان ذلك بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقداسة البابا تودروس الثاني. وتعتبر كاتدرائية العاصمة هي الأكبر حجماً في تاريخ الكنائس المصرية، حيث تقع على مساحة 15 فدان أي ما يعادل 63 ألف متر مربع. الكنيسة أقيمت بالقرب من أكبر الجوامع الحديثة في مصر، مسجد الفتاح العليم، ليجسد هذا المشهد الجليل للجامع والكنيسة عظمة التاريخ الروحي للمصريين على مر الأزمان. لماذا الراهبات بيتوقفوا عند مرحلة معينة ليسوا كالرجال في النظام الكنسي؟ النظام الكنسي أو الكهنوت في الكنيسة هو للرجال. إيه السبب؟ إن السيد المسيح اختار تلاميذه كلهم رجال، ورغم لأنه كان العهد عهد يعني سطوة الرجال. ما سطوة الرجال دي على طول. لا مش لكده السبب. كان في نساء، يعني في الكتاب المقدس لما تقري عن حياة السيد المسيح تلاقي كان في نساء أشهرهم القديسة مريم العذراء. مريم طبعا، يعني العذراء مريم لم تختار إنها تصير كاهنة،
فترتيب المسيح وده توزيع الوظائف، توزيع المسؤوليات، ما فيهاش الفكرة حقوق مرأة وحقوق رجل، ما فيهاش الفكرة، هي توزيع الأدوار. زي مثلا تتخيلي كده طيارة وفي كابتن بيسوق الطيارة، هو وظيفته كده وأنا وظيفتي إن أنا أكون راكب. ما زي بالظبط العين والإيد والرجل، ما هي دي أعضاء في جسم الإنسان، تختلف حجما وتختلف من ناحية المسؤولية، لكن هل يقدر العين تقول الإيد أنا مش عايزاكي؟ مش ممكن. لا بس مع أنا يعني بفكر إنه مع تطور السنين والأزمنة واختلاف يعني العالم ووضع المرأة حتى الذي بدأ يختلف بشكل كبير، المرأة لها كبير. أدوار تانية في الكنيسة، أدوار كتيرة قوي. حضرتك بتسألي على الراهبات، الرهبنة عندنا في مصر رهبنة بيسموها رهبنة العبادة، للرهبنة النسائية رهبنة العبادة، يعني الراهبات موجودات، البنت بتعيش حياتها، تتخرج نفسها تروح الحياة الدائرية، بيختبروها لغاية ما تقبل في الدير، تقبل في الدير وتعيش بقى في وسط مجموعة الراهبات اللي في الدير، وبيتغير اسمها وبتلبس لبس الأسود، واللبس الأسود برضو أحب أشير إليه لأنه رمز طمية الأرض، طمي الأرض اللي بنحط فيه البذرة، وبندفن فيه الإنسان. فالراهب أو الراهبة بيتصلى عليه صلاة الأموات، يعني في الطقس بيتصلى بينام كأن حياته الأولى انتهت وسيبدأ حياة تانية وهو باسم مدفون تاني. جوه لبسه كأنه مدفون جوه طمي الأرض، تراب الأرض. ففي الراهبات دورهم اللي هو دور العبادة، ودور الأشغال بقى كتيرة، يعني مثلا حاجة زي دي الروب بتاعي، ما هو ده شغل في أديرة الراهبات مثلا، لهم أشغال كتيرة، وأشغال اقتصادية وأشغال زراعية وأشغال يعني متعددة، وسعدائهم بالحالة دي. بس في شكل آخر اسمه المكرسة، وهن نسميها بالقبطي تا صوني، تا يعني ماي، صوني يعني أخت، أختي، تاسوني يعني أختي. دول عبارة عن راهبات بس بيلبسوا اللبس الرمادي، بنسميها مكرسة، وبتعيش في العالم مش بتعيش في الدير، يعني خارج الدير، خارج الدير. بمعنى إيه؟ إنها خدمتها جوه المجتمع المدني بتاعنا، خدمات تعليمية، خدمات اجتماعية، خدمات البيوت اللي هي زي بيت المسنين وبيت المعاقين أو ذوي الهمم، أو بيوت الملاجئ، بيوت الضيافة للأطفال، أو فصول التعليم في المدارس، أو الخدمات الصحية في العيادات والمستشفى، خدمات كتيرة أوي. فالمرأة لها دورها ودور متسع جدا. يكفي أن أنا أذكر لحضرتك أن احنا عندنا في الكنيسة ما يسمى بمدارس الأحد. مدارس الأحد دي فصول تعليمية للأطفال، نص اللي بيشتغل فيها أو بيدرس فيها أو بيخدم فيها راهبات، لا شابات عاديات، شابات، شابات جامعة، شابات تتخرجوا. فالمرأة لها دور واسع جدا في الكنيسة. قداسة البابا، عايزة أسأل حضرتك عن الطوائف المسيحية في مصر، كم طائفة؟ وهل في حوار بينهم؟ الطوائف المسيحية طبعا الكنيسة الوطنية أو الأولى هي كنيسة مصر، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اللي بدأت سنة 68 في القرن الأول الميلادي، وعبر التاريخ لها بابوات، ماري مرقس نمرة واحد، أنا نمرة 118. وحضرتك سألتي سؤال بس راح في وسط الحديث، إن مين تواضروس الأول؟ تواضروس الأول هو البابا رقم 45، كان اسمه تواضروس. الاسم لما بيلحق برقم يعني تواضروس تاني، يبقى اتنين جم في التاريخ اسمهم تواضروس. مثلا بابا شنودة الثالث يبقى قبليه شنودة الثاني وشنودة الاول. بابا كيرلو السادس يبقى قبليه خمسة باسم كيرلو، وهكذا. الطوائف المسيحية دخلت، الطوائف المسيحية في مصر دخلت من حوالي 150 سنة 160 سنة في الحدود ده، وابتدى يتكون لهم رعية هنا في مصر. في الطائفة الكاثوليكية
ودي رئاستها في روما، ولهم بطريرك هنا في مصر، وفي الطائفة الإنجيلية، ودي من مجموع من الكنائس الإنجيلية بنسميها الكنائس البروتستانتية، وبرضو لهم رئاسة هنا ولهم رئاسات بره مصر. يضاف لكده الكنيسة الأنجليكانية اللي هي تشيرش أوف إنجلاند، برضو لهم رعية هنا وإن كان عددها صغير. وأيضا في الروم الأرثوذكس اللي هم يتبعوا كنيسة اليونان. يعني داخل الطائفة الأرثوذكسية أيضا هناك تقسيمات؟ آه داخل طبعا طبعا داخل. أبرزها في مصر كنيسة القبطية الأرثوذكسية. هل في حوار بين هذه الطوائف؟ أولا في مجلس ليهم، عندنا مجلس كنائس مصر، ده خمس طوائف، خمس طوائف الرئيسية، لكن في طوائف مسيحية لها تمثيل في مصر، مجموعهم كلهم يبقوا 13، تمثيل صغير بقى. صغير طب خالص. داخل الطائفة الأرثوذكسية على سبيل التحديد وهي الأكثر يعني وجودا، عايز أقول لحضرتك أولا كلمة طائفة ما هيش كلمة دقيقة، لأن طائفة جاي من يطوف، يبقى مش ساكن، يبقى مش قاعد بيلف. ما التسمية الأفضل؟ بنقول الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. طب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر. الأرثوذكس بقى في العالم، الأرثوذكس في العالم عائلة كبيرة. أكبر بلد أرثوذكسي في العالم روسيا عددا، ومن ناحية السكان يعني كان الثانية بقى تختلف كتير، لكن بصفة عامة العائلة الأرثوذكسية فيها جزء بنسميه الأرثوذكسية القديمة، وفي جزء بنسميه الأرثوذكسية البيزنطية. يعني متأسف إن أنا أقول كده يمكن يتوه الشخص يعني، لكن احنا عائلة الأرثوذكسية القديمة اللي هي بتضم ست اخوات، الأقباط، السوريان، الأرمن، الإثيوبيين، الإريتريين، الهنود. دول الست اخوات. ست اخوات يعني ايه؟ يعني نصلي عندهم ويصلوا عندنا، نتجوز منهم ويتجوزوا مننا. الاختلاف غالبا في اللغة، احنا بنصلي بالقبطي، دول بيصلوا بالسورياني، دول بيصلوا بالهندي، وهكذا. يعني برضو عايزه اسال هنا، يعني هل من ممكن زي ما حضرتك دلوقتي بتتكلم عن فكره الزواج في داخل الطائفه، او هل يمكن الزواج من طوائف مختلفه؟ في الكنيسه القبطيه بنرفض الكلام ده. ممنوع. بنرفض. ليه؟ لان احنا بنؤمن ان مشروع الزواج ده مشروع خطير. فإذا ما كناش نحط له عوامل النجاح في أوله، أول عامل من عوامل النجاح التوافق الفكري والتوافق الإيماني. فإذا غاب التوافق ده بنقول على الزواج ده احتمالات نجاحه بتقل. صحيح. يعني الحقيقة أنا بسأل هذا السؤال وأنا يعني أعلم أنه يعني فكرة التنوع هي سنة في العالم كله، شيء يعني طبيعي، يعني شيء طبيعي أن يكون هناك تنوع. أنا حضرت ويعني شفت حضرتك وقتها في احتفالية العائلة المصرية. وفهمت انه هذا المشروع مضى عليه 10 سنوات، وانه منتشر في تقريبا حوالي 15 محافظة. ايه اللي حققته العائلة المصرية حتى او هذا بيت المشروع؟ العائلة. بيت العائلة. بيت العائلة. بيت العائلة فكرة طيبة طرحها فضيلة الإمام على المتنيح البابا شنودة. بابا وافق عليها على طول واتطبقت وطلع بيها قرار من رئيس الوزراء. الفكرة انه بيت بيجمع، يبقى في مكان للحوار على المستوى الاجتماعي. في لجنة للشباب ولجنة للمرأة في البيت العيلة في تكوينه يعني. وبيهتم بالقضايا المشتركة، قضايا المجتمعية المشتركة. يعني مثلا في مرة من المرات كان في اجتماع حضر فضيلة الإمام وحضرته أنا، كنا بنناقش فيه بعض بمناسبة التلفزيون يعني والمسلسلات، بعض المسلسلات اللي كان فيها العنف وفيها غياب لمعايير الأخلاق الأسرة المصرية اللي طلعنا فيها وعشنا بيها. فازاي الحكاية دي نقدر نواجهها؟ فدي كانت مناقشة مهمة جدا. يعني هل هو مكان للمناقشة لتبادل الآراء؟ مكان للمناقشة، وبيساهم في حل بعض المشكلات اللي بتنشأ في قرية، في مدينة، مشكلات ما بين أطراف كده، فبيبقى له تدخل.
كمان بيبقى في رؤية للمناهج التعليمية. يعني بيبقى في رأي المناهج التعليمية بالرجع بعض الكتب بالمشاركة. ففي دور مجتمعي لطيف جدا. وعايز أقول لحضرتك يكفي أن الإنسان المصري يشعر أن فضيلة الإمام وقداسة البابا في وسط تجمع واقفين ورا بعض، طبعا غير المجاملات غير المقابلات غير المشاركات، الحاجات دي كلها ده بيدي انطباع السلام بالأخوة بالسلام بالتعاون. ودي حاجة مهمة جدا. صحيح خالص. يعني مثلا في الأعياد دايما نزور بعض بعدد، يعني مش بروح لوحدي، بروح بوفد كبير 10-15 شخص. فضيلة الإمام لما يشرفنا هنا برضو بيجي وياه عدد. دي كلها تعابير البعد جفا. صحيح. فالتواصل المجتمعي ده تواصل مهم جدا. دايما نكلم بعض في التليفون، دايما نسأل على بعض. مثلا لو في ظروف صحية، ظروف سفر وغياب فترة، يعني كل ده ود قائم. صحيح. وله أثره على الإنسان العادي في مصر. قداسة البابا، يعني أنا في هذه الاحتفالية كان هناك حديث لفضيلة شيخ الأزهر عن فكرة طرحت في يعني بلدان أخرى في يعني فترة قريبة جدا عما يسمى الدين الإبراهيمي، وتبينت أنه طبعا هو رافض لهذه الفكرة، وهو يقول دائما أنه حرية الاختيار بالنسبة للإنسان في الدين ده شيء جميل جدا وفكرة ذوبان الفروق بين الأديان يعني فكرة يعني يمكن تبقى صعبة في كثير من الأحيان. يعني هو ضد هذه الفكرة الجديدة التي تجمع بين الدين المسيحي الدين اليهودي الدين الإسلامي في بوتقة واحدة ونسميها الدين الإبراهيمي، كما لو كنا نخترع دينا جديدا. نخترع نخترع دي لا تطلق على الدين أبدا. طبعا الفكرة مرفوضة تماما يعني وغير مقبولة. ده انا عايز اقول لك ان في افكار سبقت الفكرة دي، يعني في فكرة طلعت في العالم بتقول الاديان كالالوان. بمعنى اختاري اللون انت عايزاه، انت اخترتي النهاردة اللون ده، بكرة اللون ده، بعده اللون ده، انت حر. الاديان كالالوان لا يجوز طبعا، شيء يعني لا يتناسب مع فكرة الدين. والدين ده مكنون في عمق الإنسان. طب إيه الدين الإبراهيمي ده؟ هو اللي فكروا فيه فكروا إن الديانات اللي احنا بنسميها الديانات السماوية، اليهودية المسيحية الإسلام بحسب التاريخ، يعني إن منشأها إبراهيم أبو الآباء. فقالوا طب يلا بينا نرجع لإبراهيم أبو الآباء. فأي حاجة تختلف في كل الأديان الثلاثة تشيلها تحذف ويبتدي يعمل فكر جديد، طبعا فكر غير مقبول في الشرق. عايز أقول لحضرتك الغربيين بيفكروا بطريقة مختلفة تماما عن تفكيرنا الشرقي، لكن هذه الفكرة قدمت في واقعنا الشرقي. طبعا هي لم تقدم لأوروبا ولا لأمريكا، هي قدمت في منطقة عربية. بيفكروا لنا واخد بالك، يعني مش الأفكار تطلع من مكانها، ده هنا مهد الأديان. صحيح. الشرق الأوسط ده مهد الأديان. فبيفكروا هم بعالم بصورة أخرى طبعا غير مقبولة تماما. وده تفكير سياسي. أيوه. وتفكير الهدف منه يكسر الدين.
ثوابت الدين دي أي دين، الثوابت هي اللي بتحفظ كيان الإنسان، الكيان طبعا، الهوية بتاعته. فده شيء مرفوض طبعا، بينادوا بيه ويحطوا له نظريات ويحطوا له أشكال وألوان. عايز أقول لحضرتك هنا حاجة مهمة قوي، العالم عبارة عن شرق وغرب. الشرق بنعتبره قلب العالم، القلب ده اللي طلع الفلسفات والأديان والفنون والتأمل في الطبيعة. أيوه. طلع كله في الشرق. الغرب بنعتبره عقل العالم، اللي طلع الاختراعات والاكتشافات والنظريات والعلوم. عشان كده بنقول على الشرق معبد كبير والغرب معمل كبير. جميل التعبير. فكأن العالم كله عبارة عن معبد قدام معمل. الفكرة اللي بيقول دي طلعت من معمل، لا تجد مكانا في وسط المعبد. صحيح، يعني الحقيقة هي منذ قيلت لم تجد أي رد فعل من أي حد خالص. خالص. وزي ما حضرتك بتقول إنه إنها فكرة يعني سياسية التوجه أكتر منها أي طبعًا شيء تاني. طبعًا 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 طبعًا. وقيمة الدين، إحنا الشرقيين الدين له إحساس. في أماكن كتيرة في الغرب ودون تحديد يعني أحيانًا الإحساس ده يكون راح. فأنا فاكر مرة لما زارنا الرئيس ماكرون هنا في الكاتدرائية، وإحنا داخلين الكاتدرائية الكنيسة هنا سان مارك، فسألني سؤال غريب قوي على الباب، قال لي ليه الكنب ده كله؟ ما الكنيسة كانت فاضية، فباين الكنب كله، فبيقول لي ليه الكنب ده كله؟ قلت له عشان الناس تيجي تقعد. قال له دي بتتملى؟ قلت له بتتملى والناس بتقعد بره، وكاتدرائية العاصمة أكبر منها. أيوة. عشان استيعاب الناس. فبقى مذهول من الإجابة، مع أن بالنسبة لنا ده شيء طبيعي. ففكرة الدين إحنا الشرقيين لها عمق ولها بعد ولها أصالة ولها ارتباط ولها إحساس عند الإنسان. والإنسان اللي يبعد عن الدين أو الدين يجف في قلبه يشعر أن في فراغ جواه. نتكلم عن مسار العائلة المقدسة وإلى أين وصلنا في تحقيقه في مصر، وهو مشروع جميل جدا. العائلة المقدسة طبعا زارت مصر في القرن الأول الميلادي ولفت في أماكن كتيرة. ما كانش أياميها في وسائل تسجيل ولا توثيق ولا تصوير ولا الحاجات دهية، لكن محفوظة عبر الأجيال. إحنا بنحتفل في الكنيسة بعيد خاص اسمه عيد دخول السيد المسيح إلى مصر في الأول من يونيو جون كل سنة. وفي التاريخ في الملكة هيلانا أم الملك قسطنطين. الملك قسطنطين كان ملك الإمبراطورية الرومانية، والملك قسطنطين هو أول واحد الرومان كانوا بيضطهدوا المسيحية في العالم كله. هو أول واحد طلع منشور ميلان اللي سمح بالمسيحية كديانة من ديانات الإمبراطورية. فأمه القديسة هيلانا جت زارت مصر، وفي مواضع زيارات العائلة المقدسة بنت كنائس أو أديرة. ومن التاريخ الكلام ده في القرن الرابع الميلادي، بالتاريخ ده هو حفظت محطات الرحلة حوالي 25 محطة، نصها محطات برية والنص التاني أو جزء تاني في نهر النيل، جزء بري وجزء مائي. نشكر ربنا ابتدت الدولة من عدة سنوات تلتفت للموضوع ده وتهتم به، لجنة تضم وزارات ومحافظين ومسؤولين يعني، علشان الطريق ماشي في أكتر من مكان. أيوة. على أرض مصر وابتدوا يهتموا فعلا، في أماكن خلصت، في أماكن تم افتتاحها. دايما يعني نحتفل. متى سيستكمل؟ لأنه الحقيقة هي فكرة جميلة. بيستكمل وماشي شغل، ويعني قطعوا شوط كبير فيه، وعملوا اللوجو المخصوص بتاع الرحلة وبتاع التنشيط السياحي للأمر ده.
وعايز اقول لحضرتك ان احنا بنحتفل بيه احتفاليات بتبقى في القاهرة. السنة دي ابتدينا شكل من احتفال ان احنا نحتفل في محطة من محطات المسار خارج مصر، خارج الكايرو يعني. فكان في تل بسطة في الزقازيق. برضو مفكر السنة الجاية إذا رد ربنا وعشنا يبقى في احتفال في محطة أخرى إن شاء الله، عشان نلفت النظر للمحطات. طب بالذات في محطات افتتحها السيد وزير الأثار والسياحة وخلاص بقت جاهزة. ويعني يكون هذا المشروع موجودا امتى بشكل كامل؟ هو اصله مشروع يعني؟ يعني متتابع. لكن مثلا لو جه فوق النهارده ممكن يزور جزء كبير جدا من محطات الرحله. والميزه في المسار ده ان الفوق اللي جاي او الشخص اللي جاي يقدر يحدد هو هيقعد يوم. يوم يزور 3 محطات، هيقعد اسبوع، ممكن يزور 20 محطه. يعني في فليكسيبيليتي او مرونه في ال والله يعني تلك يعني اضافه دينيه وسياحيه وتنمويه جميله جدا. عندنا المعادي، كنيسه العذراء في المعادي محطه مهمه جدا جدا. عندنا مصر القديمه، كنيسه ابو سرجه محطه قديمه جدا ومهمه. عندنا وادي النطرون الاديره، ومحافظ البحيره اهتم بالطريق جدا ووضبه ونوره، حتى نوصل الى اسيوط لغايه ما نوصل لغايه اسيوط. دير المحرق. فكره زياره القدس، يعني انا اعلم راي قداستك في هذا الموضوع. اعلم ان البابا شنوده كان رافضا لها. مثلا وزير الاوقاف دكتور زقزوق الله يرحمه كان مشجعا لها جدا جدا، وبقيت المساله يعني مفتوحه، لم يتم فيها شيء، زياره المصريين الى القدس. حضرتك بتجد انه بيدعم الوجود القبطي هناك ويدعم ايضا الوجود المصري والشرقي هناك. عايز اقول لحضرتك احنا لنا مطران قبطي في القدس منذ القرن ال13، ولنا في القدس مدارس وأديرة رهبان وأديرة راهبات ومؤسسات كنسية، ممتلكات يعني. أيوة كبيرة ممتلكات. وفي التاريخ القديم في أوائل القرن العشرين هجرت أعداد كبيرة من أسر قبطية راحوا استوطنوا هناك، مصريين مصريين آباط قبل طبعا يعني اغتصاب فلسطين والكلام. أيوة ده. أيوة راحوا استوطنوا هناك زي بيروحوا أي بلد. المهم لما راحوا هناك بقى اللقب بتاع العيلة مثلا يقول لك فلان قبطي، فبقى ده لقب مش اسم، يعني بقى أسماء. فلان الفلان أو فلان الفلانية قبطي، يبقى آخر اسم قبطي، إنه الجذور بتاعته قبطية. لغاية سنة 67 لما حصلت حرب 67. أيوة. وأغلقت وإسرائيل احتلت القدس. والتاريخ ده من التاريخ ده كان البابا كيرلس السادس اللي موجود، فالمجمع المقدس اجتمع وأوقف رحلات زيارات القدس 67. بابا شنودة جه 71. أيوة. تجدد الموضوع في زيارة الرئيس السادات إلى القدس عام 79. فطلب من البابا ان الأقباط يروح، فالبابا رفض وقال له ان الأقباط والمسلمين يروحوا سوا مع بعض عشان يبقى تطبيع شعبي. ومن هنا حصلت مشكلة وامتنع الأقباط. فالمجمع المقدس مع البابا شنودة أكد القرار بتاع البابا كيرلس السابق. أنا بحكي تاريخ علشان يبقى مفهوم للكل، هو تاريخ يعني مهم جدا جدا. سنة 2015 القرار كان ماشي. القرار ده تسبب في إضعاف الوجود القبطي هناك، بمعنى إن كانوا مثلا 2000 أسرة بقوا 1500 أسرة، بقوا 1000 أسرة، سابوا البلاد، سابوا الأماكن هناك. وكان زيارات الأقباط هناك بتشجعهم في الصناعات اليدوية اللي بيعملوها، يعني مثلا هم مشهورين هناك في القدس يعملوا صلبات خشب، يعملوا كده مثلا المزود بتاع ميلاد السيد المسيح. أي الحاجات دي كان مين اللي بيشتريها؟ الأقباط اللي بيروح. أي فما عادش. فالوضع الاقتصادي بتاعهم هبط وبشدة. ويعني أؤكد على كلمة بشدة دي، إلى درجة صعبة جدا كانوش لاقوا لقمة الأكل. زرنا الرئيس أبو مازن
كذا مرة هنا، الرئيس الفلسطيني يعني. الرئيس الفلسطيني أي. وقال عبارة لطيفة قوي، قال كده: عدم زيارتكم للقدس عقاب للسجين مش للسجان. يمكن تكوني حضرتك لو نكررها في لقاءات صحفية كتير. فضلت أمور ماشية، أنا اترسمت في 12 ويعني الأمر قائم وخلاص. في نوفمبر 15 اتوفى المطران القبطي هناك. عايز أقول لك مطران القدس دايما هو الشخصية التالية بعد البابا في التسلسل الكنسي عندنا، وهو الوحيد اللي بيترسم يوم ما يترسم، يترسم أسقف ويترقى مطران. احنا عندنا ممكن ترقيه المطران دي بعد 40 سنه للاسقف، فده الوحيد اللي اترسم اسقف وترقى مطران في نفس الوقت. كمان عايز اقول لك ان لو علاقتنا مقطوعه مع اسرائيل، لكن المطران القبطي مقيم هناك، ففي تواجد مصري، فدي حاجه تهمنا كمصريين. واخد بال حضرتك؟ واخد بالي. سنه 15 توفى المطران. انا كنت فاكر انه هيتدفن عندنا هنا في مصر، وانا كنت بحبه قوي، وده اول راهب قابلني في الدير. وده كان استاذ جامعي في الاصل، استاذ النباتات الطبيه في كليه زراعه. وخلاص شكلت وفد عشان يروح يصلي هناك. فوجئت يوميها بالليل انه كاتب وصيه انه يتدفن هناك فقررت ان انا اروح. رحت طبعا، يعني عملت الاجراءات المطلوبه ورحت، وقضيت هناك 4 ايام، وزي ما تقولي درست بقى الوضع. درست الوضع، ما انا هرسم مطران جديد فلازم ابقى عارف هرسمه على فين يعني. ودرست الوضع، وطبعا استمعت لشكوى اباط كتير من اللي هناك التعبانين، وان تعالوا زورونا وتعالوا عضدونا وتعالوا اقفوا جنبنا. لم يعد هناك مبرر لمنع زيارة. لم يعد مبرر. أول حاجة الزيارات محدودة جدا وبتبقى في مناسبات ضيقة للغاية. بس لو فتحت الزيارات ستفتح للمسيحيين والمسلمين؟ تفتح لأي حد هيزور هناك. شيء طبيعي يعني. يعني خصوصا ان احنا يعني نعلم حاليا ان القدس بتمر بمراحل سيئة جدا. خالص 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 خالص. اعتداءات على المسجد الأقصى. اعتداءات غير مبررة. في وطرد للسكان العرب. وطرد للسكان وشراء أراضيهم. هدم لبيوتهم. مواضيع صعبة خالص. والحقيقة دول يحتاجوا التعضيد. يعني مش إن احنا نبعد. أنا بتكلم بصفة عامة كمصريين وكعرب. وحضرتك شايفة إن إسرائيل بتطبع علاقتها مع كذا دولة. عايزين نعيش في سلام. فبعد كده رسمنا مطران جديد والمطران بقى هناك، وابتدينا بقى ندعم الوجود ان ابعت بعض رهبان يروحوا يقفوا جنب الرهبان هناك، عندهم مشكله في دير السلطان هناك. بعض الراهبات يروحوا عشان يسندوا الراهبات اللي هناك، هو زي المقطوعين مفيش حد بيسال عليهم. احنا الحقيقه شفنا مواقف جميله جدا جدا لرهبان مصريين دفاعا عن طبعاً. دير السلطان. ابتديت ابعت بعض الاباء الاسافه يروحوا، اشجع الزيارات. روحوا زوروا خلوا البركه، بس ابعدوا عن ايام الزحمه يعني. ويبقى في تواصل. المطران الحالي اللي هو انبا انطونيوس بيجي كتير مصر. ويعني مهتم ب يعني تفعيل الوجود المصري والقبطي هناك. ده كله في صالح مصر. وفي علاقة وثيقة جدا بين الكنيسة القبطية هناك أو البطريركية القبطية والسفارة المصرية. قداسة البابا، أنا مرة الحقيقة برضو سألت البابا شنودة الله يرحمه، سألته عن فكرة حوار الأديان، وكان رده أنه رأيه أنه لا حوار بين الأديان، الحوار بين الثقافات، بين البلاد، بين الشعوب، ولكن بين الأديان لا. فقداستك لك رأي في هذا الموضوع؟ الأديان تتوافق ولكن لا تتطابق. جميل التعبير، تتوافق ولا تتطابق. صح. شيء طبيعي. فممكن يحصل حوار بس على أساس اجتماعي.
أساس المجتمع، حاجة في المجتمع، لكن ما في مش بيخش في ثوابت وأصول الدين خالص. أعتقد ده الحوار اللي بيبقى موجود على مثلا مستوى مجتمع مصر، حاجة بالشكل ده. يعني فكرة التعصب الديني، هناك تعصب ديني في مجموعات مثلا من المسلمين في بلاد أخرى حتى، وفي مصر أيضا، وفي أفكار متطرفة بتحدث من حين لآخر. هل هذا التعصب، هذا التطرف موجود أيضا في الفكر المسيحي وبين المسيحيين؟ وكيف تقاومونه إذا كان موجودا؟ في نطاق الكنيسة المصرية، الشخصية المصرية بحد ذاتها لا تعرف عنفا. ليه؟ في الأصل لأن إحنا كلنا كمصريين عشنا حوالين نهر النيل. نهر النيل نهر هادئ، وبنعتبره هو أبونا أو الفازر، وبنعتبر الأرض اللي بناكل منها اللي جنبه على الناحيتين أو المازر، وبقى عندنا اللقب اللطيف بتاع ابن النيل وبنت النيل. فبقى في هنا مثلث، النيل أب، الأرض أم، والإنسان ابن. طب كان هذا موجودا عندما كان معظم المصريين يعيشون حول النيل؟ الآن هم منتشرون في أماكن مختلفة منها الصحراء مثلا. احنا عايشين في مصر، احنا كمصريين عايشين على مساحة 7%، وجهود الدولة دلوقتي بتحاول توصل ل 10%. ايوه. الصحراء 90%. الصحراء مش عايش فيها حد. الغالبية من المصريين عايشين حوالين نهر النيل. فالمصري في أصله ما يعرفش العنف في أصله. حتى ملحوظة مهمة قوي، القدماء المصريين سابونا ايه؟ سابونا معابد ومقابر. ايوه. ما سابوش قلاع مثلا. معابد ومقابر، الهرم ده مقبرة. وطبعا المعبد للصلاة والمقبرة للحياة الأخرى. ومعظم الآثار الموجودة فعلا معابد. هو ده اللي سلمهن المصريين القدماء. هي دي حياتنا. هو ده الإنسان المصري. لم يختلف؟ عشان كده، لا طبعا اختلف. لكن عشان كده معظم كنايسنا ومعابدنا ومساجدنا قريبة من نهر النيل. أيوة. نستمد منه الحياة. وحضرتك عارفة أن في العصور القديمة كان نهر النيل أحد المعبودات. أيوة. الإلحابي. أيوة. وكانوا يعملوا أناشيد ويعملوا له حكايات. والفيضان وعروس النيل. التاريخ الجميل ده. ممكن إنسان يكون اتغير. أنا هعترض بس على عروس النيل الحقيقة، أنها كانت فعلا زفة. لكن لم يلقي المصريين القدماء ابدا فجاه في لا، كانت فرحه بفيضان النيل. فرحه بفيضان النيل. وكلمه عروس يعني البكر، حاجه كده الميه جايه لنا السنه دي. فده معاني روحيه ساميه. قدماء المصريين حقيقه يعني حضاره لا يمثلها حضاره في العالم كله. وبالذات لما ندرسها من ناحيه الناحيه الروحيه. يعني بندرس من الناحية الأثرية والتاريخية، لكن الناحية الروحية. روحيات، بقول لك معابد ومقابر. بس فالإنسان المصري أساسا ما يعرفش العنف. والعنف دخل مصر من خلال عوامل كتيرة ليس مجال الحديث عنها. والتطرف ممكن أن يوجد في أي مكان. لكن بيعتمد على إيه التطرف؟ بيعتمد على طريقة التعليم والثقافة. ما أنا ممكن أعلم ابني يطلع متطرف، متأسف كلمة، يطلع متشرد. أيوه. لو أهملت فيه مثلا. فالحكاية دي مهمة جدا بجوار دور المؤسسة الدينية، مؤسسة الثقافة، مؤسسة التعليم. ده لازم كله يشتغل بنغمة، يشتغل كله ويا بعضه. لكن مثلا حضرتك تهتمي بالثقافة وأنا أجي من الناحية التانية أهد اللي بتعمليه في الثقافة، كيف يكون؟ وده اللي بنشوفه في العالم كله، إن في هارموني ما بين كل يعني. المؤسسات دي اللي بتبني الإنسان. ما لازم يعني ابني أعلمه مثلا قيمة الفن. قيمة الفن يعني الرؤية الجمالية للحياة. حاجة مهمة خالص طبعا. أعلمه مثلا قيمة الوردة. ده لازم يفهم الكلام ده. أنا فاكر وأنا صغير
كان والدي يجيب كارت كده بوستال حسب الوقت يعني في عيد الأم، ويخليني أنا وأختي نقعد نكتب كلمة بحبك يا ماما في كارت ونقدم، بس يكون كارت وردة. فأدي أفكار بسيطة لازم نزرع الثقافة دهيت في وسط ولادنا، حاجة مهمة خالص. صحيح. إهمال كده، متأسف في الكلمة، يضيع أجيال. إهمال الثقافة يطلع أجيال. إهمال الرياضة يضيع أجيال. إهمال الأدب يضيع أجيال. الفنون. إهمال الفنون بكل. وأنا في ثالثة إعدادي كنت في مدرسة في دمنهور، فجم في يوم إمكانيات بسيطة، ثالثة إعدادي 67، سنة 67، كتبوا لنا كده قايمة، قالوا لنا دي كلها مهارات عايزينكم تتعلموها، كل واحد يختار ثلاث مهارات. فأنا اخترت مهارة النجارة، مهارة تانية مهارة التصوير، مهارة التالتة صنع عصير الجوافة. لماذا؟ بحب الجوافة. كويس؟ فعلمونا في المدرسة، هو أنا في تالتة إعدادي، يعني إيه أمسك منشار، ويعني إيه أقطع خشبة، ويعني ويعني ويعني. وعلمونا التصوير شفوية، ما كانش في مكان التصوير، قال التصوير. والجوافة كانوا يطلعونا الساعة الحصة التالتة عشان نعصر الجوافة لأنها بتسود بسرعة. مش كده؟ أيوة. ونعبيها في أزايز. أيوة. ونحطها في كانتين المدرسة. دي حاجات اتعلمناها وعشناها. طبعا بقيت زمايلي اختاروا حاجات تانية كتيرة. بس كانت المدرسة كيف تكون مدرسة معلمة. وكان الوزارة يعني مفروض انها التربية والتعليم. مش فقط التعليم. طبعا طبعا. التربية قبل التعليم. صحيح. قداسة البابا، يعني الحقيقة من الحاجات الجميلة اللي بنسمعها دايما وبنسأل عنها مصر ووجودها في الكتاب المقدس. كلمة مصر، اسم مصر وكلمة المصريين ذكرت في الكتاب المقدس بعهده حوالي 700 مرة. فمصر تحتل مكانة كبيرة جدا في الكتاب وفي التاريخ الديني. ومصر اختصت بثلاث حاجات مهمة لا توجد في أي مكان في العالم من ناحية دينية يعني. أولا نبوة في العهد القديم قبل ميلاد المسيح بحوالي 800 سنة في سفر أشعياء النبي، نقرأ العبارة المشهورة مبارك شعبي مصر. دي مبارك نبوة. شعبي مصر. أيوة. جميل. دي نبوة من قبل دخول المسيحية مصر ب700 يعني كانت سنة. نبوءة من النبي أشعياء عليه السلام. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر اللي هو في الدير المحرق في أسيوط. الحاجة الثانية اللي اختصت بيها مصر زيارة العائلة المقدسة. تمام. ما زارتش أي بلد تاني. دي في القرن الأول الميلادي. وسؤالي هنا يعني بتصور لماذا السيد المسيح عليه السلام وأمه السيدة العذراء عليه السلام أيضا، لماذا أتوا إلى مصر؟ لماذا لم يتوجهوا إلى دولة أخرى، إلى حدود أخرى؟ الملاك ظهر للقديس يوسف النجار اللي هو كان حارس لأمنا العذراء مريم، وقال له قوم خد الصبي اللي هو السيد المسيح واهرب إلى أرض مصر. وفي آية في العهد القديم تقول كده، من مصر دعوت ابني. كان مصر قدمت دعوة تعالى زورنا. فجاء السيد المسيح كطفل صغير يزور. هو شيء يشرفنا طبعا، بس يعني هو معنى جميل برضه. باعتبار انها نوع من الامان، نوع من التاريخ القديم، زي ما بنقول في كلماتنا المحروسة. وزي ما قال جمال حمدان وحضرتك يعني شديد القراءة له، انها فلتة من فلتات التاريخ. فلتة يعني هذا الوطن فلتة. وقالوا له يعني ايه فلتة؟ قال لهم هذا الوطن ابوه التاريخ وامه الجغرافيا. وعلى فكرة قال كمان عبارة مهمة قوي. قال ان مصر وطن لا ينقسم ولا يندمج. يعني هذا الوطن بحدوده منذ ان وجد. ايوة. لا ينقسم ولا يندمج. وعايز اضيف كمان حاجة جميلة، ان مصر تقريبا الدولة شبه مربعة في العالم.
ألف كيلو في ألف كيلو. أنا مرة زرت يعني رئيس دولة في أوروبا وبعدين بقول له الحكاية دي، قال لي فعلا ده احنا ولادنا ولادهم يعني في المدارس لغاية النهاردة ما بيعرفوش يرسموا خريطة البلد لأنها كلها جزر وكلها حتت مقطعة. احنا الحمد لله سهلة، لوحة جميلة. نبوة في العهد القديم، زيارة العائلة المقدسة في بداية العهد الجديد، كرازة القديس ماري مرقس سنة 68 والاستشهاد. فدول اتجمعوا في بداية التاريخ الديني، ومن هنا ذكرت مصر في كل المراحل اللي هي. فمصر لها وضعية كبيرة، والحقيقة مرة أنا قلت عبارة جميلة، قلت إن كل دول العالم في إيد الله إلا مصر في قلب الله. الله، تعبير جميل، يعني هي كده فعلا. عندي إحساس دايما إن مصر تقودها القوانين الإلهية. صح في قوانين في الاقتصاد والزراعة والصناعة و و و، لكن عين ربنا عليها. يعني فكرة المحروسة، يعني فكرة المحروسة. والأمن طبعا، يعني كلها عوامل مجتمع ويا بعض. عايز أقول لحضرتك حاجة جميلة قوي، إن إحنا في التاريخ كلنا عايشين حوالين نهر النيل زي في الخريطة، وبقيت الأراضي فاضية بقى الصحراء. أحد أسباب نشأة الرهبنة في الصحراء، أنت لو بصيت خريطة الأديرة عندنا في مصر حوالي 50 دير، لو بصيتيهم تلاقيهم كده في الصحراء كلهم. هذه صلوات مرفوعة تحرس مصر، ودي صلوات مستمرة يعني في الأديرة، دي شغلتهم الصلاة. عشان كده هي فعلا المحروسة، هي المحروسة. جميل. يعني حضرتك قطعا شاهدت موكب الفراعنة، موكب المومياوات، وأيضا الافتتاح المبدئي لطريق الكباش في الأقصر. كيف وجدت تلك يعني الاحتفالات المصرية الجديدة؟ ماذا فعلت في الناس؟ مصر المبهرة. مصر المبهرة عبر التاريخ، أو هذا الشعب لا يصنع إلا المعجزات زي ما بيقولوا عليه. الحقيقة موكب المومياوات كان يعني، لا يعني هو اللغة ما نقدرش نوصفه. وأنا عرفت إن ملايين ومليارات من الناس شافوه. شاهدوه في مصر والعالم، أو العالم كله طبعا. شيء أكثر من رائع. وأنا الحقيقة يعني أحيي شخصيا من أول السيد الرئيس لأصغر شخص اشتغل في الإعداد للموكب دي بهذه الصورة المبتعة، اللي الواحد ما كانش، أنا شخصيا ما كنتش أتخيل أنها تطلع. طريق الكباش خد الناحية الشعبية شوية، الأقصر بلدنا، بلد سواح. فبرضو لمحة من تاريخ الوطن، والطريق الكبير طوله 2700 متر، والشرح اللي قدمه الدكتور خالد العناني شرح جميل خالص، ومراحل الطريق. الحقيقة شيء ممتع، وننتظر احتفالية افتتاح المتحف الكبير، هتبقى ضروري برضو مبهرة. يعني فكرة المواكب الفرعونية والعودة إلى يعني اكتشاف التاريخ المصري من جديد، ماذا يفعل في الأجيال الجديدة؟ عايز أقول لك حاجة، وزي اعتراف، إحنا المصريين برغم أننا أصحاب التاريخ، لكن كتير جدا من الأجيال لا تعي التاريخ. التاريخ بيسموه هيستوري، يعني هيز ستوري، قصة الإنسان. وأنا إذا كنتش أعرف جذوري وأبائي، طب ما إيه لازم الشجرة من غير الجذور؟ ده إحنا بنقول الشجرة المغروسة على مجاري المياه، مغروسة على مجاري المياه، تعطي ثمرها في حينه، ورقها لا ينتثر. تعطي ثمر لأنها مغروسة، تدي ثمر، ورقها دايما خضرة. عشان كده أنا أعيب على المناهج التي تهمل حقبات في التاريخ. المناهج التعليمية، المناهج التعليمية، المدارس، وأيضا الثقافة. الثقافة دي بتقدم شكل من أشكال المناهج. وجود التاريخ فخر مصر. حضرتك لما بتسأليني عن في بداية الحوار عن الرهبنة، ما أنت كإنسانة مصرية لازم تعرفي الكلام ده. لازم، ولازم تزوري الأديورة. أيوة. ألا
ده حتة صفحة من صفحات. صحيح. أحكي لك حكاية برضو لطيفة. مرة أنا كنت بخدم في ليبيا في وقت من الأوقات، فدعيت للمركز الثقافي المصري ألقي محاضرة، فقلت لهم سألقي محاضرة عن 3 صفحات من التاريخ المصري، وكلمت. فكانوا حاضرين أساتذة التاريخ في الجامعات الليبية. فوقف أستاذ قال لي ما معناه أن أنت محاضرتك دي يعني إيه لازمتها؟ أنت لم تتحدث عن كذا ولا على كذا ولا كذا، وقعد يذكر مثلا 20 حاجة. فقلت له يا أستاذنا الفاضل، أنا لما أتي بكتاب الحضارة كله أنا أتيت ب3 صفحات فقط، فأدي واحد عالم أستاذ جامعي بيعاتبني إن أنا ما ذكرتش كذا وكذا وكذا وكذا. أنا طبعا على قد الوقت كلمت في 3 صفحات وخلاص. فعايز أقول لك إن التاريخ ده كل واحد يشربه. أيوه. نبسطه نوصله. وحلقات التاريخ موصولة. تاريخنا فرعوني ومسيحي قبطي وإسلامي وأفريقي وعربي اللغة العربية والميديترينيانسي البحر الأبيض المتوسط. إحنا عندنا يعني زخم حضاري كبير خالص. ولازم نبقى واعيين بيه. جمال حمدان تاني يعني بفتكر إنه قال إنه مصر هي فلتة من فلتات التاريخ. صحيح. وإزاي نقربه؟ إزاي نحبب فيه ولادنا؟ إزاي يعرفوا؟ يعني تصوري مثلا حرب أكتوبر من 48 سنة. مرة شاب مامته بتقول ده حرب أكتوبر وعملنا وخلينا، وكنت إيه بتحكي له؟ قال لها يا ماما أنت بتكلميني كأنك بتكلميني على الهكسوس. فأنا أدعو كل الجهات التي تقوم بالتربية وبالتعليم، ليس المؤسسة الدينية أو التعليمية أو الثقافية أو الفنية أو الاهتمام بالتاريخ، اهتمام البالغ. والتاريخ إزاي نبسطه وإزاي نحكيه. برجع أيضا يعني قول حضرتك أنه مصر لها 3 أعمدة مهمين جدا، الأزهر والكنيسة والجيش المصري. مصر كالمعبد زي معبد الكرنك كده، كلها أعمدة. وهذه الأعمدة تعطي جمال ولا يمكن الاستغناء عن عمود واحد. حضرتك ذكرتي الأزهر، الكنيسة، الجيش، الشرطة، الثقافة، القضاء، الرياضة، الفن، كل دي كلها أعمدة، مقومات الدولة يعني. دي الأعمدة. مصر دي كيان لا يضارعه كيان في العالم كله مهما كانت شكل البلاد وتقدم البلاد ومهما كان الحياة. نحن نملك تاريخ، نملك حضارة، احنا بلد عناصية زي ما البعض بيقول. بلد متميزة. يعني ايه على عناصية؟ عناصية لما تبصي قارة افريقيا تلاقيناها في الزاوية فوق. ايوه. دايما البيت اللي عناصية له اهمية. ده حين يسموا الشارع باسم البيت اللي عناصية. ايوه. وفي نفس الوقت جزء في سيناء وجزء في اسيا يعني وجزء في مصر. دولة متميزة. 1000 كيلو على البحر الابيض وده بحر الانهار. و1000 كيلو على البحر الاحمر بما قناة السويس وده بحر بلا انهار. والخطين التاني على الصحراء لوحة جميلة مرسومة في وسط العالم بنقول عليها القلب، قلب العالم. هو يعني واضح انه يعني بين قداستك وبين مصر يعني نوع من يعني الغرام يعني. هو المفروض كلنا يعني. صحيح. كلنا صحيح. يعني نتغنى بمصر الحقيقة يعني. والأناشيد اللي بتغني مصر أناشيد، عارفة حضرتك الأغنية اللي بتقول فيها حاجة حلوة؟ أيوة. هي أغنية جميلة بس يعني كلمة حاجة حلوة حاجة واحدة لا. حاجات حلوة. كيف ترى وبصدق حاليا وبصراحة العلاقة في مصر بين المسلمين والمسيحيين؟ دايما لما نيجي ندرس حاجة ندور على الأصل. ودايما الأصل هو اللي بيظهر الشيء. يعني مثلا الإنسان الأصل بتاعه الصحة. المرض ده استثناء، شيء طبيعي. صحيح. مصر في الأصل في تجانس كبير جدا عبر الأجيال،
فرعنا أقباط مسلمين وكل ده على ضفاف النيل، كل ده في مصر. هل تعرفي حضرتك ان احنا بنتكلم كلمات من اللغه الفرعونيه لغايه النهارده؟ ايوه. اللي صارت بعد كده اللغه القبطيه. أيوة. كلنا المصريين بنصحى الصبح ونجيب الفوطه. الفوطه دي كلمه قبطيه في الاصل. من شافها اللغه العربيه بتاعتها. دي اسمها منضده ترابيزه. اصلا دي كلمه قبطيه. شبرا. كلمه شبرا ما هوش كلمه عربيه. شبرا يعني معناها اسماء مدن وقرى كثيره ما زالت فيلج او فار مزرعة أو قرية وهكذا. قيسي على حاجات كتيرة خالص. هلا هلا هب. دعنا نعمل. مثلا حضرتك كنت في القاهرة تاكلي سندوتش طعمية، لكن لما تروحي اسكندرية فلافل. فلافل. فلافل دي كلمة قبطية معناها شيء مصنوع من الفول. لما الأم تمسك ابنها الصغير مسك حاجة وحشة وتضربه كده تقول له كخ. كخ يعني يوجد هنا شيطان. وقيسي كلمات أيوة كثيرة يعني. أيوة. ويوم غنت في موكب المومياوات. أيوة. أميرة سليم وغنت أنشودة إيزيس كلنا انفعلنا معاها معناها ما كناش نعرف لأنها عايشة في وجداننا. حضرتك تعرفي أن عندنا ألحان في الكنيسة القبطية، يعني عندنا لحن في الكنيسة القبطية هو اللحن الجنائزي بتاع خوفو. أيوة. الموسيقى. خدنا الموسيقى وحطينا الكلمات المسيحية وبنقوله مرة في السنة يوم الجمعة الكبيرة. وأعلم أن الفنانين الأقباط زمان هربا من الاضطهاد كانوا بيهربوا إلى الأديرة وإلى الصحراء وهم محتفظين بتلك الألحان وتلك الكلمات. في وجوه الفيوم بيدرسوها في كليات الفنون. رسم. رسم. كان الشخص لما يموت أو يستشهد يرسموا له الوجه بتاعه عشان يتعرفوا عليه وهكذا. ففي تواصل ما بين الأجيال. فأي شيء غير كده بيعتبر استثناء. إن ظهر تعصب بأي صورة، إن ظهر جهل، إن ظهر ضيق أفق، طب كيف نقاومه؟ قداسة البابا حضرتك قلت إنه بالثقافة بالتعليم بالإعلام. طبعا طبعا طبعا. قداسة البابا ما أخبار الكاتدرائية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة؟ طبعا هي عمل ومشروع رائع وافتتح السيد الرئيس وكان فضيلة الإمام موجود وافتتحنا في نفس الوقت طبعا المسجد. كان معنا جميل جدا جدا حقيقة. كان يوم 6 يناير سنة 19 مع أنه كان يوم برد خالص يعني قارس. أيوة. لا وكنا بالليل طبعا. كان يعني يوم أعتقد ليس له مثيل في التاريخ المصري. بنصلي فيها حاليا بس لسه ما بقاش فيه سكان، فكنائس مجاورة بيروحوا يصلوا ناس هناك، ولسه فيه إنشاء المقر الباباوي هناك، لسه ده ما ابتداش. احنا ننتظر يعني إجراءاته والأمور ماشية كويس والمدينة عمالة تحلو شوية بشوية بمبانيها وبشوارعها وبنظامها، وفخر لكل الجمهورية الجديدة. قداسة البابا توادروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكراسة المرقسية، يعني في النهاية بنقول لقداستك كل سنة وكلنا طيبين مسلمين ومسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ويعني نرجو دائما أن نكون أخوة وأحباب ونحن شعب واحد وأصل واحد، ويعني ربنا يديم المحبة زي ما أمين يا رب إن شاء الله. شكرا دكتورة دورية وبشكر فريق العمل وحضرتك. وشكرا على الحوار الجميل ده، وكل سنة وكل مصر بخير وطيبين، وربنا يحفظ الجميع دايما في المحبة، وتكون دايما بلادنا متقدمة يا رب وقادرة أنها تقف ضد كل التحديات اللي حوالينا إن شاء الله. وعلامات النجاح كتيرة في بلادنا وفي وطننا في وسط شعبنا. ولو دورنا على شعب في العالم يكون بأصالة وحلاوة المصريين مش هنلاقي غير في مصر هنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.
شجرة المحبة اللي احنا غرسناها مع بعض، محبتنا لبعضنا البعض. الشجرة دي عايزة يتحافظ عليها ونخلي بالنا منها ونكبرها لغاية لما ثمارها تخرج من مصر للعالم كله.